مراجعة دروس الصف التاسع في التربية الإسلامية الأسابيع الرابعة للعام الدراسي 2017 و2018 ميلادية. الأحاديث المقررة للصف التاسع الفصل الدراسي الثاني الأسابيع الرابعة. الحديث الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. حديث رقم 6. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث رقم 7. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الحديث الثامن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في مجال السيرة، الدرس السابع: وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. سين: متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيم: في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 11 للهجرة. سين: كم كان عدد الحجاج في حجة الوداع؟ جيم: 114,000 حاج. سين: علل توافد كثير من المسلمين لأداء حجة الوداع. جيم: لحضور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحجة. سين: ما أهم المبادئ العامة التي تضمنتها خطبة الوداع؟ 1- تحريم الدماء والأموال. 2- الإحسان في معاملة النساء. 3- الحذر من الشيطان. 4- الاعتصام بكتاب الله والسنة. 5- تأكيد أخوة الإسلام. سين: ما الفائدة التي عادت على المسلمين من حجة الوداع؟ جيم: أنهم تعلموا أداء المناسك من الرسول صلى الله عليه وسلم. سين: ما سبب توقف جيش أسامة بن زيد عن السير للشام؟ جيم: بسبب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. سين: من الصحابي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس حين مرضه؟ جيم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه جالسا. سين: من قائل هذه العبارة ولمن قيلت وما المناسبة؟ وكرب أبتاه، القائل: فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قيلت للرسول صلى الله عليه وسلم، والمناسبة عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. سين: صف حال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الموت. جيم: اشتدت الحمى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه المرض، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده وقال: بل الرفيق الأعلى، وفاضت روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. سين: ما موقف الصحابة الكرام عند سماعهم خبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيم: بعضهم أنكر ذلك ولم يصدقه لهول الفاجعة التي أصابتهم. هدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل من يقول أن الرسول قد مات. أعاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الناس إلى صوابهم عندما ذكرهم بأن العبادة لله وحده، وأن محمدا ما هو إلا بشر. سين: من قائل هذه العبارة وما أثرها على الصحابة؟ أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، القائل: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المناسبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أثرها في الصحابة الكرام أعادتهم إلى صوابهم. سين:
أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيم: دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها. سين: ما الذي ترتب عليه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيم: انقضاء الوحي وانتهاء الرسالة. في مجال الفقه: درس الحج حكمه وشروط وجوبه. سين: عرف الحج. جيم: هو قصد بيت الله الحرام وعرفة في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة. سين: ما حكم الحج؟ جيم: فريضة على المستطيع مرة واحدة في العمر. سين: متى فرض الحج؟ جيم: في السنة السادسة من الهجرة. سين: ما فضائل الحج؟ جيم: من فضائل الحج: 1- من أفضل الأعمال. 2- يمحو الذنوب والآثام. 3- ليس له جزاء إلا الجنة. سين: علل ما يأتي: ليس للحج جزاء إلا الجنة. جيم: لما فيه من المشقة والتعب والغربة عن الأهل. سين: ما شروط وجوب الحج؟ جيم: شروط وجوب الحج: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- البلوغ. 4- الاستطاعة. سين: علل: لا يجب الحج على هؤلاء: 1- غير المسلم. جيم: لأن الحج عبادة ولا تصح عبادة إلا من مسلم. 2- المجنون. جيم: لأنه ليس مكلفا. 3- الصبي. جيم: لأنه لا تكليف على الصبي حتى يبلغ. سين: ما المقصود بالاستطاعة؟ جيم: القدرة على أداء فريضة الحج. سين: بما تتحقق الاستطاعة؟ جيم: تتحقق الاستطاعة في الحج ب: 1- صحة البدن. 2- أن تكون الطريق آمنة. 3- أن يكون مالكا للزاد والرحلة والراحلة. 4- أن يرافق الزوجة ذو محرم. مجال الفقه: الدرس 5، أركان الحج. سين: عرف الركن في الحج. جيم: هو ما لا تتحقق صحة الحج إلا به، ولو تركه الحاج بطل حجه. سين: ما أركان الحج؟ جيم: أركان الحج 4: 1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- الطواف. 4- السعي بين الصفا والمروة. سين: عرف الإحرام. جيم: الإحرام هو نية المسلم الدخول في مناسك الحج. سين: ما سنن الإحرام؟ جيم: سنن الإحرام: 1- الطهارة وتتحقق بالوضوء أو الاغتسال. 2- النظافة وتكون بتقليم الأظافر وخص الشارب. 3- التجرد من الثياب المخيطة. 4- التطيب في البدن. 5- صلاة ركعتين قبل الإحرام. 6- التلبية. سين: ما أنواع الإحرام؟ جيم: أنواع الإحرام: 1- الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. 2- القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا. 3- التمتع، هو أن يحرم بالعمرة فإذا انتهى منها تحلل منها إلى يوم التروية فيحرم من مكانه بالحج. سين: عدد محظورات الإحرام. جيم: محظورات الإحرام: 1- اقتراف المعاصي. 2- تغطية الرأس ولبس المخيط. 3- تقليم الأظافر. 4- التطيب في البدن والثوب. 5- صيد الحيوان. سين: ما الحكم لو ارتكب الحاج محظورا من محظورات الإحرام؟ جيم: وجب عليه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. سين: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يلي: 1- يخير من ارتكب أحد محظورات الإحرام من الصيام أو الذبح أو الإطعام: صح. 2- يسن للمحرم صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام: خطأ. 3- يشترط للطواف الطهارة: صح. 4- أعظم ركن للحج هو السعي بين الصفا والمروة: خطأ. 5- من شروط السعي أن يكون بعد الطواف: صح. سين: ما المقصود بالوقوف بعرفة؟ جيم: هو الوقوف والتواجد في أي جزء من عرفة من زوال شمس اليوم 9 من ذي الحجة
إلى طلوع فجر يوم العاشر. سين، ما المقصود بالطواف؟ جيم، هو الدوران حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. سين، ما شروط الطواف؟ جيم، شروط الطواف: 1 الطهارة، 2 ستر العورة، 3 أن يكون الطواف 7 أشواط، 4 أن يكون الطواف خارج الكعبة، 5 أن يجعل البيت عن يساره. سين، ما السعي؟ جيم، هو التردد بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا 7 أشواط، نبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. سين، ما شروط السعي؟ جيم، شروط السعي: أن يكون بعد الطواف، 2 أن يكون 7 أشواط، 3 أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. سين، ما الحكم لو سعى الحاج قبل الطواف أو بدأ بالمروة؟ جيم، بطل سعيه وتجب الإعادة. في مجال الفقه، الدرس 6، واجبات الحج وآدابه وكيفية أدائه. سين، ما الحكم لو عجز الحاج عن ذبح الهدي؟ جيم، صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لأهله. سين، عدد واجبات الحج. جيم، واجبات الحج: الإحرام من الميقات الزماني المكاني والمكاني، 2 المبيت بمزدلفة، 3 رمي الجمرات، 4 حلق الشعر أو تقصيره، 5 المبيت بمنى أيام التشريق 3، 6 طواف الوداع. سين، ما أنواع الميقات؟ جيم، الميقات نوعان: 1 ميقات مكاني، وهو الذي يحرم منه الحاج، 2 ميقات زماني، وهو الوقت الذي لا يصح الحج إلا فيه، وهي من بداية شهر شوال وشهر ذي القعدة و10 من ذي الحجة. سين، حدد الميقات المكاني لهذه الجهات والدول: العراق، الميقات المكاني ذات عرق، اليمن، الميقات المكاني يلملم، المدينة، الميقات المكاني ذو الحليفة، الشام ومصر والمغرب، الميقات المكاني الجحفة، الكويت ونجد، الميقات المكاني قرن المنازل أو ما يسمى الآن بالسيل الكبير. سين، متى يتم رمي الجمرات؟ جيم، يوم النحر رمي جمرة العقبة الكبرى، وأيام التشريق 3 رمي الجمرات 3. سين، ماذا نعني بأيام التشريق؟ جيم، هي أيام 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. سين، متى يكون طواف الوداع؟ جيم، بعد الانتهاء من أعمال الحج، وسمي بذلك لتوديع الحاج مكة المكرمة. سين، عدد آداب الحج. جيم، 1 ذكر الله، 2 البعد عن الخصام، 3 التحلي بالأخلاق الحسنة، 4 الإنفاق في سبيل الله. سين، رتب أعمال الحج: أولا الإحرام، ثانيا طواف القدوم، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا المبيت بمزدلفة يوم التروية، 5 الوقوف بعرفة، 6 المبيت بمزدلفة، 7 رمي جمرة العقبة، 8 ذبح الهدي، 9 الحلق أو التقصير، 10 طواف الإفاضة، 11 المبيت بمنى أيام التشريق، 12 رمي الجمرات، 13 طواف الوداع. مجال الفقه، درس 7، العمرة حكمها وأركانها. سين، عرف العمرة. جيم، هي زيارة الكعبة المشرفة والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. سين، ما حكم العمرة؟ جيم، سنة مؤكدة. سين، ما وقت العمرة؟ جيم، تجوز العمرة طوال أيام السنة حتى في أيام الحج. سين، ضع علامة الصواب أو علامة الخطأ أمام ما يلي: 1 كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، خطأ. 2 الطواف من أركان العمرة، صح. سين، ما أركان العمرة؟ جيم، 1 الإحرام، 2 الطواف، 3 السعي بين الصفا والمروة. سين، ما واجبات العمرة؟
واحد الإحرام من الميقات، اثنان الحلق أو التقصير. سين ما حكم زيارة المسجد النبوي بعد العمرة أو الحج؟ جيم مستحبة. سين علل تشريع السفر للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، دون غيرها من المساجد. جيم لما فيها من الفضائل ولعظمتها. سين املأ الفراغات التالية: الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 صلاة. سين عدد آداب زيارة المسجد النبوي. جيم واحد الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. اثنان صلاة ركعتين في الروضة الشريفة. ثلاثة التوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة والسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. في مجال التهذيب درس آداب زيارة المريض. سين املأ الفراغات التالية: المرض بلاء ومحنة وفي داخله جزاء ومنحة، لأن إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه. أشد الناس بلاء أحبهم إليه. سين ما أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان؟ واحد أمراض بدنية مثل الضغط والسكري وغيرها. اثنان أمراض نفسية مثل الوسواس. ثلاثة أمراض قلبية مثل الحسد والحقد. سين ما حكم زيارة المريض؟ جيم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سين ما معنى عيادة المريض؟ جيم زيارة المسلم لأخيه المسلم وهو مريض. سين ما فوائد زيارة المريض؟ جيم من فوائد زيارة المريض: واحد استغفار الملائكة للزائر. اثنان اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سين ما آداب زيارة المريض؟ جيم واحد اختيار الوقت المناسب. اثنان عدم الإطالة عند المريض. ثلاثة الدعاء للمريض. أربعة تشجيع المريض على الصبر. في مجال التهذيب درس آداب زيارة القبور. سين ما الحكمة من مشروعية زيارة القبور؟ جيم أنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار. سين ما الذي يجب على أهل البيت؟ جيم يجب عليهم الصبر والرضا بالقضاء والقدر. سين عدد آداب زيارة القبور. جيم من آداب زيارة القبور: واحد الدعاء للميت. اثنان الثناء عليه. سين ماذا يقول المسلم عند زيارة القبور؟ جيم يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. سين من الذين يحرم الصلاة عليهم؟ جيم الكفار والمنافقون. سين ما العدد الذي يشفع الله به عن الميت؟ جيم 40 مسلما يصلون على الجنازة. سين ما سبب نزول هذه الآية: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ جيم نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول عندما دعي الرسول صلى الله عليه وسلم. سين عدد المحظورات والمحرمات على القبور. جيم واحد النهي عن الجلوس على القبور. اثنان إيقاد الشموع. ثلاثة التبرك بمسح القبر والدعاء. أربعة النياحة على الميت ولطم الخدود. مجال التهذيب درس آداب البيع والشراء. سين ما معنى البيع والشراء؟ جيم مبادلة سلعة بمال. سين علل شرع الله البيع والشراء. جيم لما فيه مصلحة للناس. سين ما آداب البائع؟ جيم واحد إظهار عيوب السلعة. اثنان ألا يروج للسلعة بالكذب. ثلاثة البعد عن التلاعب في الكيل والميزان. أربعة البعد عن بيع النجش. خمسة الرضا بالربح القليل. ستة البعد عن الاحتكار. سين ما آداب المشتري؟ جيم من آداب الشراء: واحد أن يكون جادا في الشراء.
2 البعد عن التبذير 3 ألا يبخس الناس أشياءهم سين هناك آداب مشتركة بين البائع والمشتري فما هي؟ جيم 1 ألا يبيع ولا يشتري شيئا مسروقا 2 ألا ينشغل عن الصلاة 3 ألا يباع ولا يشترى عند أذان الجمعة 4 البعد عن البيع والشراء بالربا سين ما شر الأماكن عند الله وما خيرها جيم شرها الأسواق وخيرها المساجد مجال الثقافة درس معايير اتخاذ القرار السليم سين عرف القرار جيم هو التعرف على البدائل المتاحة لاختيار الأنسب بعد التأمل سين ما القرار السليم؟ جيم هو الاختيار الواعي الذي استقر عليه متخذ القرار سين عدد مراحل اتخاذ القرار السليم جيم 1 الدراسة 2 الاستشارة 3 التنفيذ 4 التقويم سين ما المقصود بالمراحل التالية؟ 1 الدراسة يقصد بها تحديد المشكلة وفهم حجمها وسبب ظهورها 2 الاستشارة يقصد بها تبادل الأفكار تجاه قرار معين 3 التنفيذ يقصد به إدخال القرار حيز التنفيذ بعد دراسة المشكلة 4 التقويم يقصد به عملية تقدير النتائج والمعطيات سين كيف تتخذ قرارا سليما جيم 1 عود نفسك على اتخاذ قرارات يومية حتى تكسر حاجز الخوف 2 لا تحاول الانفراد برأيك 3 كن مرنا ومستعدا لإجراء التعديلات اللازمة سين ما أهمية التشاور في اتخاذ القرار جيم التشاور في اتخاذ القرار له أهمية عظيمة لأن القرار الذي يصدر بعد المشورة يترتب عليه النجاح والقرار الذي يصدر دون مشورة يترتب عليه الخطأ والفشل سين وضح الشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بالشورى وكان يستشير أصحابه في كثير من الأمور سين عدد أدلة على تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الرأي جيم 1 تشاوره صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة بعد البعثة 2 استشارته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أمر الهجرة 3 تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة بدر سين ما الدليل على ترسيخ الشورى في عهد الصحابة جيم تشاور أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأصحابه في أمر قتال المرتدين وتشاور علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواجهة الفتن وتشاور عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أهل الرأي في الفتحات الإسلامية ملحوظة هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء وأرجو منكم المحافظة على تلك الأوراق وعدم امتهانها لما فيها من الآيات ولفظ الجلالة وأذكركم بأن الكتاب المدرسي لا غنى عنه في استخراج القيم ومظاهرها السلوكية من الأحاديث والآيات وكذلك حفظ الأحاديث المقررة حفظا مع تحيات قسم التربية الإسلامية.